السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كورونا الداء الذي غزا العالم وأصبح يهدد جميع دول العالم دون استثناء. ذلك الداء الذي ظهر في البداية في مقاطعة ومدينة ووهان الصينية، ثم انتشر في الصين مرورا إلى الدول المجاورة وحتى وصل إلى جل الدول العربية، فمعظم دول الخليج وكذلك دول الأقطار العربية أعلنت عن إصابات بفيروس كورونا. المئات من الوفيات والآلاف من المصابين بهذا الفيروس الذي يدق جرس إنذار ويمثل خطرا يهدد العالم أجمع. بالمقابل هنالك صوت آخر يتحدث بلغة مغايرة عن اللغة الأولى، حينما يقول أن الإشاعات والأكاذيب والافتراءات والتهويل من شأن هذا الفيروس في وسائل الإعلام المختلفة كالقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي هو الخطر بذاته، بل هو أخطر من فيروس كورونا. كورونا واليمن، كورونا وحضرموت، وكيف ستجابه حضرموت هذا الفيروس؟ سنكون معكم في حلقة خاصة على الهواء مباشرة من هنا من حاضرة حضرموت واستوديوهاتنا في المكلا، لنتلمس وإياكم الوضع الصحي في حضرموت واليمن بشكل عام حول مواجهة هذا الفيروس. يشرفني أن يكون ضيوف حلقة هذا المساء الدكتور عبد القادر محمد بايزيد، استشاري الأمراض الصدرية ومناظير الشعب الهوائية والجهاز التنفسي. أهلا وسهلا بك. كذلك الدكتور رياض بن حبور الجريري، مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. سنتحدث معكم أعزائي المشاهدين عن فيروس كورونا بالتفصيل وعن استعدادات حضرموت لمواجهة هذا الفيروس، لكن دعونا نذهب سويا إلى فيديو تعريفي عن مرض فيروس كورونا. يعد فيروس كورونا أحد الفيروسات الشائعة التي تسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي والجيوب الأنفية والتهابات الحلق، وفي معظم الحالات لا تكون الإصابة به خطيرة، باستثناء الإصابة بنوعيه المعروفين بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة الذي ظهر في 2003، بالإضافة إلى النوع المستجد الذي ظهر في الصين في نهاية 2019، وهو فيروس من فصيلة فيروسات كورونا، حيث ظهرت أغلب الحالات في مدينة ووهان الصينية في نهاية شهر ديسمبر 2019 على صورة التهاب رئوي حاد. وقد تم التعرف على الفيروس عن طريق التسلسل الجيني، ويعتقد أن فيروس كورونا الجديد مرتبط بالحيوانات، حيث أن أغلب الحالات الأولية كان لها ارتباط بسوق البحريات والحيوانات في مدينة ووهان، ثم انتشر الفيروس في المقاطعات الأخرى ووصل إلى الدول المجاورة للصين ثم أمريكا عن طريق المسافرين. ينتقل الفيروس بين البشر من الشخص المصاب بالعدوى إلى شخص آخر عن طريق المخالطة القريبة دون حماية. وحاليا لا يوجد علاج نوعي أو لقاح للفيروس، لكن يمكننا مقاومته بأساليب الوقاية كغسل اليدين باستمرار وعدم مخالطة المصابين وتغطية الفم والأنف عند السعال وطهي اللحوم والبيض جيدا. أما أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد فهي الحمى والسعال وضيق التنفس، وأحيانا تتطور الإصابة إلى التهاب رئوي، وقد يتسبب في مضاعفات حادة لدى الأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف والمسنين والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. حضرموت ومواجهة كورونا وتغطية خاصة من استوديوهاتنا في المكلا وعلى الهواء مباشرة على قناة حضرموت الفضائية، وأيضا بإمكان السادة المشاهدين أن يتابعوا هذه الحلقة على موقع القناة على اليوتيوب. أعود بالاستوديو وضيوفي الكرام، ونبدأ بالدكتور عبد القادر بايزيد. شفنا مع بعض المشاهدين فيديو تعريفي عن الفيروس، فيروس كورونا. كمختص في الأمراض الصدرية، ممكن تعطينا تعريف وأسباب هذا المرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
بداية نشكر قناة حضرموت على هذه الاستضافة وعلى مواكبتها للحدث حتى يستطيع المشاهد أن يطلع ويكون على بينة من بعض الأمور. بالنسبة للكورونا هو مرض في الجهاز التنفسي، مرض حاد في الجهاز التنفسي، يسببه فيروس من عائلة كورونا. كورونا باللاتينية تعني التاج، نظرا لشكل الفيروس الحلقي الذي يأتي له نتوءات تشبه التاج، ولهذا سمي كورونا. هذه العائلة أرعبت العالم في أكثر من مناسبة، عائلة كورونا، منها في العام 2003-2004 واشتهر حينها مرض سارس متلازمة الجهاز التنفسي الحادة، ثم في 2012 بالميرس اللي هو متلازمة الشرق الأوسط الحادة أيضا، التي ظهرت في نتيجة الانتقال من الحيوانات من الجمال تحديدا، وفي المملكة العربية السعودية كانت بدايتها. ثم جاء هذا المرض في اكتشفت أول حالة في 8 ديسمبر العام المنصرم 2019 في الصين في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي، ليجتاح هذا المرض العالم كله. هذا مرض يصيب الجهاز التنفسي، وهو يشبه في أعراضه كثيرا أعراض نزلات البرد، لكنه يختلف عنها في أمور سنأتي إلى تفصيلها لاحقا إن شاء الله. نعم، سنأتي على أعراض المرض وكذلك مكمن الخطورة في المرض فين بالضبط. لكن اليوم بالمناسبة تصريح مسؤول ومصدر مسؤول من قبلكم في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان، تعلنون للناس عدم وجود أي حالة مصابة بفيروس كورونا في ساحل حضرموت، وسيكون لدينا أيضا تواصل مع الإخوة في وادي حضرموت للتأكد من وجود أو عدم وجود حالات مصابة بفيروس كورونا. دكتور رياض، وأنت على رأس هرم الصحة هنا في ساحل حضرموت، تصريحكم اليوم ناجم عن إشاعات، عن أكاذيب، عن افتراءات من قبل الناس، أو رأيتم أن هناك حالات هلع عند الناس يقولوا أنه في ناس مصابين بفيروس كورونا، أم نتيجة لأرقام لديكم وإحصائيات من قبل الترصد والأبائي في مكتب الصحة؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر قناة حضرموت على هذه الاستضافة، وأحب أن أؤكد ما صرحنا به صباح اليوم. هناك بعض مواقع التواصل الاجتماعي تم الإعلان عنها كأن هناك في حالات في ساحل حضرموت، بل وأنها حالات مؤكدة، ونحن نفينا هذا الخبر تماما. وهناك تعريف للحالات المؤكدة والحالات المشتبهة، فالخبر يعني عاري تماما عن الصحة. نتيجة أن هناك رصد وبائي موجود في حضرموت، وهناك عمل كبير جدا يبذل من قبل فريق الترصد الوبائي وأيضا فريق الاستجابة السريعة وأيضا فريق ضباط الصحة في صحة المواني. في 3 منافذ موجودة عندنا في حضرموت، منفذين بحريين لهم ميناء المكلا وميناء الشحر، ومنفذ جوي له مطار ريان الدولي. توجد لدينا فرق تعمل هناك. كل الوافدين إلى هذه المنافذ يتم فحصهم بشكل سليم والتعامل معهم. هناك وسائل الفحص موجودة للتعرف على درجات الحرارة، وأيضا هناك مجموعة من الاستمارات فيها مجموعة من الأسئلة للأشخاص الوافدين إلى حضرموت من خلال هذه المنافذ. فتعاملنا مع الوضع بحساسية وبجاهزية عالية جدا. هناك خطة من قبل مكتب الصحة بالمحافظة تركزت بشكل كبير على زيادة قدرات الكادر الصحي العامل في كضباط ترصد وبائي لرصد أي حالات وافدة، سواء كانت حالات وافدة حتى يعني حالات وافدة من الصين مباشرة. يعني نحن لدينا تواصل مع أخواننا في مطار عدن الدولي وفي المنافذ في مطار سيئون ومنفذ الوديعة ومنفذين في محافظة المهرة. هناك كشوفات ترفع لنا في كل رحلة قادمة إلى أي منفذ من المنافذ عن أسماء الأشخاص الحضارم الذين من ساحل حضرموت وفدوا عبر هذه الطائرات. أي واحد منهم وافد من الصين ترسل لنا هذه الأسامي والأرقام التلفونات. من تاريخ 6 فبراير بلغنا عن أشخاص وصلوا من الصين، تقريبا 6 أشخاص، بعضهم وصل من بكين. فرق الاستجابة السريعة وصلت إلى هؤلاء الأشخاص إلى بيوتهم، تم متابعتهم في فترة الحضانة اللي هي 14 يوم. هي 14 يوم محسوبة من تاريخ خروجه من الصين إلى وصوله إلى انتهاء الفترة. فترة الحضانة في كل الفيروسات بشكل عام فيها أعراض، ففي هذه الفترة خلال فترة الحضانة هذا يتم فحصه يوميا، في فحص درجة الحرارة، وتعرف على إذا كانت في أعراض، لأنه التعريف القياسي لفيروس كورونا عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة 38 درجة وما فوق، أو وأيضا مع كحة. هذه الكحة تكون يعني بدون أي أسباب ظاهرة، بالإضافة إلى أنه قادم من الصين، أو أنه احتك بحالة مؤكدة جاية من الصين، أو أنه كادر صحي قادم كان يقدم خدمة لمرضى في مكان معين، هذا المرضى من الصين.
فكل هذه الحالات وفرق الاستجابة وفرق ترصد عارفين هذه المعلومات والبيانات وبيوصلوا إلى البيت وبيتابعوا مثل هذه الحالات إلى أن مرت فترة الحضانة والأشخاص الذين وصلوا عبر المنافذ الأخرى مش المنافذ اللي نحن مسؤولين عنها، لأن حتى المنافذ اللي مسؤولين عنها نحن مسيطرين عليها تماما، أغلب اللي موجودين فيها جايين بحارة وبيمر لهم فترات طويلة في البحر، ولكن الواصلين بالجو تم التواصل لهم ولم تظهر عليهم أي علامات وأعراض في هذه الفترة. فلما نفينا هذا الخبر نفيناه من مصدر موثوق لنا لدينا من خلال ضباط الترصد والكادر الصحي العامل لدينا في مستشفياتنا، ومن خلال معرفتنا وتواصلنا مع الجهات المختصة. وأيضاً مثل هذه الشائعات لها أثر في أقلاق سكينة المجتمع والناس بشكل عام. فموضوع أنه في حالات يعني أن تكون أن يبلغ أو أننا نعلن عن حالات، هذا ليس عيب، العالم كله يجتاح الوباء ونحن ليس بمنأى عن العالم، ففي حال رصد أي حالات بإمكاننا نعلن عنها في أي وقت من الأوقات. جميل جدا. إذا تصريح من مصدر مسؤول، نطمن المشاهدين بأن ساحل حضرموت خالي من أي حالة إصابة بفيروس كورونا. عبر مدير مكتب الصحة العامة والسكان ضيف هذه الحلقة الدكتور رياض محبور الجريري، ماذا عن وادي حضرموت؟ وسنتواصل الآن مع الدكتور غازي باشام أخصائي الوبائيات وأيضا منسق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية WHO بوادي حضرموت، الذي سيتداخل معنا الآن للحديث عن الوضع الصحي وعن مدى انتشار أو عدم انتشار هذا الفيروس في وادي حضرموت. دكتور غازي، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ طيب الحمد لله بخير. كيف تشرفنا بك في قناة حضرموت وهذه التغطية الخاصة عن فيروس كورونا ومواجهة حضرموت لهذا الفيروس، ماذا عن الوضع عندكم في وادي حضرموت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الوضع في حضرموت لم تسجل أي حالة مشتبهة أو أي حالة مصابة بفيروس كورونا، ولكن تدابيرنا الوقائية بدأناها منذ الوهلة الأولى ظهور المرض في الصين، حيث تمت عدة إجراءات وقائية واحترازية، منها الاجتماع الأول بمكتب الصحة مع إدارة الترصد الوبائي، تبعها اجتماع آخر مع السلطة المحلية الذي كان لهم الدور الباز في دعم وتسهيل مهام مكتب الصحة. هذا الاجتماع تلخص في إعداد خطة احترازية وتدابير وقائية في وادي حضرموت، منها تعميم على خطباء المساجد أن يحثوا الناس على الاهتمام بالنظافة الشخصية وأهميتها في الوقاية من العديد من أمراض المعدية وليس الكورونا فقط، تعميم لمدراء مكاتب التربية بالمديريات لبث التنويهات التوعوية حول المرض والوقاية منه وسبل الحد من انتشاره في الطوابير الصباحية للمدارس وكذلك في عبر الإعلام المدرسي. نعم. بعد ذلك جاءت التعاميم من وزير الصحة بالأخذ الحيطة والحذر والأمور الاحترازية. قمنا بتشكيل فريقين طبيين، واحد يشتغل في مطار صيون والثاني يشتغل في ميناء الوديعة البري. قمنا بتجهيز قسم عزل بمطار سيئون، طبعا لا يفي بالغرض وإنما يحتوي على 12 سرير ساعة سريرية مجهز من قبل وزارة الصحة ودعم من منظمة الصحة، وقام مشكورا وزير الصحة بافتتاح هذا المركز. جميل. طبعا أكثر التدابير اللي احنا استخدمناها وعملنا عليها هي تقوية أو رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين عن طريق خطب في الجوامع وعن طريق المدارس. قام مكتب الصحة بطباعة 1000 البروشورات التوعوية ونشرها وتوزيعها في مطار صيون ومنفذ الوديعة. الآن في حملة توعوية في 45 مدرسة في 10 مديريات يقوم بها فريق التثقيف الصحي بالمديريات بتمويل من مؤسسة آفاق للتنمية. حاليا يتم طباعة 10,000 بروشور توعية صحية بالإضافة إلى 1000 ملصق توعوي بتمويل من مصنع رفا للصناعات الدوائية بسيهون. هذه كلها الخطوات اللي احنا نشتغل عليها، وكثفنا جهودنا في التوعية لأنه إمكانياتنا محدودة ولم نستطيع أن نجابه أي حالات وإذا وصلت لا سمح الله، وإنما نشتغل بالإمكانيات المحدودة. وفرقنا في المنافذ تقوم بفحص القادمين
باخذ قياسات الحراره وبعض المعلومات عن الاعراض والعلامات التي ان وجدت في احد المسافرين او القادمين الينا. نعم. جميل دكتور غازي، الأجمل في الموضوع أنكم لم تسجلوا أي حالة إلى الآن في وادي حضرموت، وهذا مصدر مسؤول مطمئن للسادة المشاهدين أنه حتى وادي حضرموت خالي من فيروس كورونا، وأيضا قمتم بتدابير من باب التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين. لكن إذا تحدثنا عن لا سمح الله إذا حدث أنه سجلت حالة في وادي حضرموت مثلا وعبر الوافدين، ما هي التدابير والتدخلات العلاجية من قبلكم؟ هل هناك مثلا رتبتوا مكان للعزل، سكلتوا فرق للطوارئ في حالة انتشار الفيروس أو وجود إصابات؟ ما هي التدابير العلاجية اللي ممكن يعني تتدخلون بها في حال وقوع الإصابة؟ في حالة لا سمح الله وجود حالة مصابة في وادي حضرموت، أولا سيتم عزلها في قسم العزل بمطار صيهون، ونتمنى أن تتوفر له أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة متابعة العلامات الحيوية للمرضى. لا سمح الله إذا هناك أن الحالة استاءت وتدهورت صحتها ممكن تنقل إلى قسم العزل في هيئة مستشفى صيهون. نعم. طبعا برضو قسم العزل في هيئة مستشفى صيهون يحتاج إلى كثير من الدعم وكثير من التجهيزات وكثير من الدعم، لكن إدارة المستشفى مشكورة جدا، عملت على تجهيز قسم مصغر لاستقبال الحالات. نعم. لا سمح الله، ولكن هذا القسم يحتاج إلى كثير من الدعم. واضح. وكثير من الأجهزة. نعم. الطبية والأدوية، وهذا ما نأمله إن شاء الله من وزارتنا الموقرة ومن منظمة الصحة والمنظمات الدولية الداعمة وكذلك مركز الملك سلمان. جميل الله. جميل جدا. وضحت الفكرة الدكتور غازي باشامخة، كنت معنا من وادي حضرموت للحديث عن وضع وادي حضرموت في مجابهة فيروس كورونا. شكرا دكتور غازي باشامخة، أخصائي وبيات ومنسق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية بوادي حضرموت. وأعود بالكلمة للدكتور عبد القادر بايزيد، نتحدث الآن عن الأعراض. أنت ذكرت أن المرض هو أشبه بنزلة برد، يعني الموضوع بسيط جدا، ورأينا حتى في التقرير والفيديو التعريفي أنه مرض غير خطير في الأساس من باب التصنيف الطبي من ناحية خطورة المرض. الأعراض ومتى يكون المرض من ناحية الأعراض خطير؟ نعم، دعني أعطيك آخر الأرقام التي قبل دقائق من دخولنا الاستوديو على الهواء التي تنبي عن انتشار المرض. نعم. 92,123 حالة، هذا في العشر إلى خمس دقائق من هذا اليوم. 92,123 ألف حالة حول العالم موجودة، معظمها تقريبا أكثر من 80,000 فيها في الصين لوحدها. الوفيات 3,128 حالة موجودة. تتربع الصين على عرش المرتبة الأولى في هذا الجانب، تليها مباشرة كوريا الجنوبية، ثم إيران، ثم إيطاليا، ثم للمفارقة العجيبة اللي هي الباخرة السياحية دايموند الموجودة في سواحل اليابان حاليا، حيث توجد بها حوالي 760 حالة في الباخرة نفسها. نعم، تلي يعني تتقدم على كثير من الدول هذه الباخرة دايموند، تأتي في المرتبة الخامسة الآن. الوفيات طبعا ليس لدينا وضوح حول الوفيات، هل هي وفيات لأناس مصابون بأمراض أخرى؟ لأن هذا في هناك غموض في هذا الأمر. عندنا 3,128 حالة، فعلا حالة يعني جادة جدا تتطلب الوقوف أمامها. الأعراض مثل ما جاء في التعريف الذي ذكره أخي الدكتور رياض، هو درجة حرارة أكثر من 38 ومصحوبة بسعال جاف، وأيضا هناك أعراض أخرى مثل رشح، سيلان من الأنف، آلام في العضلات، صداع مع الحمى. طبعا هذه الأعراض سريعا ما تتدهور الأمور وتلجئ المريض إلى الاحتياج إلى التنفس الصناعي، حيث يدخل المريض في فشل تنفسي في بعض الحالات اللي يصير. حتى نطمئن الأخوة المشاهدين أن 80% من الحالات هي حالات بسيطة. العدد اللي ذكرناه 92,123 ألف حالة، 80% منها هي حالات بسيطة. 20% من الحالات اللي هي حالات صعبة، منها 2-3% فقط هي حالات الوفيات من هذا المرض. نعم. متى تكون هذه الحالة خطيرة وهذه بسيطة؟ هل هناك أشياء أخرى؟ طبعا أعراض، طبعا نعم. أولا حالة المريض نفسه قبل إصابته بهذا بالفيروس، مناعة المريض إصابته بأمراض أخرى مثل أمراض القلب أو أمراض أخرى قد ترهق، يعني ما نسميها الكوموربيد ديسيز اللي هي الأمراض المرافقة، ربما تكون هي سبب أساسا. أيضا مسببات أخرى تأتي إلى جانب الكورونا فيروس، لكن
المرض نفسه هو مرض خطير، ودعني أنقل لك ما قاله السيد تدرس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قبل أيام في تصريحه. قال هذا مرض لا يعترف بالحدود، هذا الفيروس لا يعترف بالحدود، لا يهتم للناتج المحلي أو الإجمالي للدولة، ولا يلقي بالا للأعراف أو الأجناس أو الإثنيات. ولهذا وضع السيد تدرس في مؤتمره الصحفي الذي عقده منذ أيام في جنيف عدة تساؤلات وجهها لدول العالم أجمع. أجاب أخي الدكتور رياض على بعض هذه التساؤلات في مداخلته قبل قليل، منها السؤال الأول: هل نحن مستعدون لاستقبال أول إصابة؟ السؤال الثاني: ماذا عن انتشار الإصابات في داخل البلد نفسه؟ ماذا عددنا؟ السؤال الثالث: هل لدينا حجر صحي جاهز لاستقبال هؤلاء؟ السؤال الرابع: هل لدينا شبكة ترصد وبائي تستطيع أن توافينا بالأخبار فورا وتكون على في باتصال بمركز عمليات مباشر؟ السؤال الرابع: هل لدينا كادر متدرب على التعامل مع مثل هذه الحالات؟ السؤال الرابع: هل المجتمع واعي لمثل هذه الأمور حتى يستطيع المساعدة؟ جملة كثيرة من التساؤلات وضعها السيد تدرس في مؤتمر الصحفي، حري بنا أن نتفهمها وأن نأخذ بها، لأنها فعلا مقياس إلى طريق النجاح. هو تحدث أيضا عن مبشرات إلى جانب هذا الرعب الكائن في العالم أجمع، تحدث عن مبشرات أن هذا المرض انتشاره في المجتمعات المحلية ضعيف جدا. ربما يستغرب البعض، نتحدث عن يعني قرابة 100,000 حالة وتقول أنه انتشاره في المحليات ضعيف جدا. أنا أتحدث عن المحليات داخل، مثلا بدأ المرض في مدينة ووهان في مقاطعة هوبي بالصين. الصين أجرت في مختلف المقاطعات في الصين 320,000 عينة أخذت عشوائية، وجد أن وجود المرض في 320,000 عينة هي 14%، وهذا ينبع عن ضعف في الانتشار في الجانب في المجتمعات المحلية. هذا الشيء يعطينا دافع قوي أنه الصين قامت باحترازات معينة في خلال بدأ ظهور المرض، استطاعت بهذا أن تحجم من انتشار المرض وحصرته في أماكن انطلاقه. طبعا المرض هو المعلومية، المرض بدأ انتشاره من سوق للحيوانات البرية، الصينيون مغرمون جدا بالحيوانات الغريبة، فهم يأكلون كما قال أحد الصينيين كل زاحف وسابح وطائر. يعتقد أن سبب المرض انتشاره كان من الخفافيش أو من الثعابين، والجديد في الأمر أنه أرجح الأمر أنه يكون من آكل النمل الحرشفي الذي يستخدمه الصينيون للعلاج، وهو حيوان نادر. النقل طبعا هو عن طريق حيوان ما، لكن ليس محدد بالضبط ما هو الحيوان الذي انتقل منه هذا المرض. الجائحة خطيرة بدأت تجتاح العالم كله، كل ما حولنا الآن في الجزيرة والخليج، كل الدول تقريبا دول الخليج كلها أعلنت عن حالات موجودة. آخر المنضمين هم تونس، الأردن، السعودية، المغرب، آخر المنضمين للدول المعلنة. نحن نسر كثيرا، نسعد كثيرا أن بلادنا ما زالت بمعزل عن هذا المرض عن التبليغ. ولا يظن البعض أن الإمكانيات، هذا المرض أصبح يعني جرس إنذار عند كل الناس، وأصبح الناس متنبهين لهذا المرض، وأصبح العالم قرية صغيرة. فقضية الإبلاغ لدينا شبكة ترصد كما ذكر أخي الدكتور رياض جدا في منتهى الروعة، ولهذا نطمئن حاليا، لكن نريد من الناس أن يكونوا يقظين، نريد من الكادر الصحي أن يكون يقظ، نريد أن نكون جاهزين لأول حالة ربما تعلم اليوم. جميل جدا، سأعود إليك دكتور رياض في جزئية الاستعداد للتقبل فيما إذا حلت المصيبة وسجلنا أول حالة إصابة بفيروس كورونا، مدى استعدادكم في مكتب الصحة، والحديث يطول في هذه الجزئية، لكن دعني والمشاهدين ننتقل إلى تقرير أعده الزملاء في إدارة القناة حول أحد المنافذ الحيوية والمهمة لحضرموت، مطار سيئون الدولي، وما هي الإجراءات الوقائية والاحترازية تحسبا للوفود وكذلك الوافدين لربما يحملون هذا الفيروس. دعونا نشاهد هذا التقرير ثم نعود. قرع ناقوس الخطر ورنت أصوات سيارات الإسعاف في أرجاء سيئون لتباشر الطواقم الطبية عملها في فحص المسافرين القادمين من مختلف دول العالم خوفا من وصول أي حالات اشتباه بالوباء. الفريق الطبي العامل في مطار سيئون يقوم بالمسح على كل الحالات أو على كل الواردين إلى المطار،
المسح يقوم يعني المسح يكون عن طريق المسح عن طريق درجة الحرارة والأعراض الموجودة أعراض الفلو أو أعراض الزكمة. في حالة وجود حالة مشتبهة بها يتم الاستدعاء فريق الاستجابة السريعة بهيئة مستشفى سيون العام ويتم التعامل مع الحالة عن طريق عمل حجر صحي للحالة. واحد تلو الآخر ويلحقه طاقم الطائرة يصطفون لإجراء عملية الفحص حتى لا يصل للبلاد وتحل كارثة تعصف بالبلاد مثل ما حلت بدول العالم المختلفة في ظل إمكانات طبية محدودة. لاحظت علامات أي وجود علامات إنفلونزا سيلان دمعة في العين هذه تم لاحظتها فقط. في حال وجود أي مريض عند ارتفاع لدرجة الحرارة مع علامات إنفلونزا يتم عزله وحجره داخل المطار. هيئة مستشفى سيئون العام هي الأخرى التي لبت نداء السلطة المحلية بالوادي والصحراء بإنشاء غرفة عزل خاصة لأي حالة قد تظهر مصابة بفيروس كورونا ضمن حملة منعت دخول كل مسافر أجنبي إلى مدينة سيئون عبر مطارها الدولي ومنفذ الوديعة احترازا من الوباء. تم تخصيص فريق طبي مكون من 2 أطباء ومسعفين وبرئاسة رئيس الهيئة للنزول في المطار ولفحص الوافدين جميع الوافدين على الرحلات اليمنية من أي جهة واصلة للتأكد من خلوهم من بعض الأعراض المشتبه بها في وجود مرض كورونا عبارة عن فحص ما يكلف المريض أقل من دقيقة. الوباء الفيروسي كورونا الذي انتشر في مدينة أوهان الصينية وعم دول العالم أصبح حديث كل مواطن في وادي حضرموت، فهل سيصل البلاد أم أن الخطوات الاحترازية ستكون سد المنيعا لتجاوزه؟ إذن شاهدنا وإياكم تقرير تلفزيوني عن استعدادات مطار سيئون الدولي لفحص الوافدين ومجابهة فيروس كورونا. لمزيد من التفاصيل ومعلومات أكثر عن مدى استعداد الإخوة في مطار سيئون الدولي أحد المنافذ الحيوية ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس علي باكثير مدير مطار سيئون الدولي المتواجد حاليا في المملكة العربية السعودية. مهندس علي أهلا بك. أهلا وسهلا بكم جماعة حضرموت ونرحب بضيوفكم الكرام الدكتور عبد القادر بايزيد والدكتور رياض الجريري، شكرا على تسليطكم للضوء لهذا الحدث الذي فعلا ينبغي أن يكون هناك تسليط ضوء من كافة الجوانب. نعم. جميل جدا مهندس علي، نحن أيضا نشكرك وعلمت من الأخوة في الكنترول قبل الهواء أنك وصلت توا للمملكة العربية السعودية ونشكرك على تلبية الدعوة والتواصل معنا. طبعا نحن حريصين جدا ان نكون مشاركين في هذه الحلقة المتميزة، وحسب ما نملك الجميع وما سمعنا تقرير ان مطار سيئون مطار دولي ونافذة جوية مهمة جدا تستقبل كافة المسافرين من جميع انحاء العالم، وبالتالي نحن معنيين بالدرجة الأساسية بأن نقدم الواجب الذي يفرض علينا من خلال التشريعات الدولية لمنظمة الطيران الدولي في الملحق التاسع الذي أخصت المطارات الدولية الحيوية أن تقوم بإجراءات احترازية تحسبا لأي وباء وخصوصا وباء فيروس كورونا هو من الأوبئة التي يهدد الصحة العامة. لذلك كله قمنا بالتنسيق المباشر والمستمر مع مكتب الصحة العامة بالوادي والصحراء والسلطة المحلية والهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد وكذلك وزارة النقل، الجميع كان على تواصل مستمر وفعلا أبدت عدة اجتماعات تمهيدية لوضع الأسس والمعايير التي ممكن نحن نتعامل معها، وفعلا عقدت عدة اجتماعات في مكتب الصحة وفي مطار سيئون وشكلت اللجان، شكلنا لجنة مكونة من 20 شخصا وهي لجنة التأهب والتصدي لعمل الاجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا.
هناك عمل جبار حقيقة منذ أن تلقينا نداء من وزارة الصحة من معالي وزير الصحة وكذلك معالي وزير النقل ورئيس الهيئة العامة للمدني والسلطة المحلية بالمحافظة وبالوادي والصحراء وكذلك حتى بالصحة. عمل جبار. هناك افتتح في مطار سنون الدولي مركز عزل المتخصص في كل الأجهزة الطبية، والفريق الطبي الذي من خلال قناتكم نقدم له الشكر والتقدير على التضحيات التي قدمها. كما أن هناك عيادة طبية أيضا تم تجهيزها وتم الإعداد لها جيدا لاستقبال الحالات. نعم. وأخص بالذكر هنا حقيقة أنه على شركة اليمنية وعلى شركات الجوية نعم أن تقوم بأن تلزم المسافرين بتعبية البيانات الضرورية التي هي أساسا من خلالها نتعرف على المحطات التي وقف فيها المسافر، هل أتى من المناطق الموضوعة حتى يتم عليها التحفظ أو عليها كتابة المعلومات الضرورية. جميل. من أرقامه من محطاته التي مر فيها. ينبغي أن يكون الجميع حريص في هذه النقطة اللي هي الاستبيانات وعمل المعلومات الضرورية عن كل مسافر. نعم مهندس علي. القروض طبعت حوالي معنا 15,000 كرت الآن نوزعه وتنطع 20,000 آخر من أجل أن يكون هناك تقييم فعلا. هناك لجنة أيضا مشكلة طبية فيها التحري والتقصي على انتشار واسع مع كافة المحافظات الجمهورية لتنقل المعلومات في المحافظات عن الأشخاص الذي تشتبه ربما بهم أنهم يحملون هذا الأعراض. إلى حتى هذه اللحظة لم تسجل أي حادثة أو أي علامات معينة. الحقيقة أنه لابد أن يكون هناك إعلام موحد، أن يكون إعلام موحد موجود ورسمي، لا 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 يتلهف المواطنين أو المواقع الإلكترونية. أنا أوجه من خلال قناتكم أن 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 القنوات القضائية وكذلك المواقع الإلكترونية من صحافة من واتساب أي وسيلة من وسائل النقل أن لا يتم تناول مثل هذه الأخبار كورونا وهنا حالة وهنا حالة. لا، هناك ينبغي السلطان وزارة الصحة العامة هي التي تقوم بالتصريح أو عبر مصادقها هي التي تقوم بالتصريح، غير ذلك لا مرفوض تماما، لأن هذه فوضى ويسبب الهلع للمواطنين والخوف ونكون أكثر إحتياطية للناس جميعا. مطار سيئون حقيقة مطار نموذجي تشكر تشكر جهودكم مهندس علي. سؤال أخير، إلى الآن لم تسجل أي حالة إصابة ولو حالة اشتباه، حتى بما أن الأخبار تتسارع والأرقام تزيد كل لحظة بلحظة، لم تسجلوا أي حالة حتى اشتباه إلى الآن صح؟ إلى الآن لم تسجل أي حالة ولله الحمد. الحمد لله لم تسجل أي حالة. مهندس علي كنا نود الحديث أكثر معك، نشكركم صراحة كقيادة مطار سيئون الدولي والإخوة في سيئون من أطباء وعاملين صحيين وكل العاملين في المطار وكل الإخوان في وادي حضرموت على هذه الإجراءات الوقائية والاحترازية. شكرا لك مهندس علي باكثير، كنت معنا من المملكة العربية السعودية مدير مطار سيئون الدولي. ونتمنى ونحن نعم. في الطيبة الطاهرة نتمنى أن يجنب شعبنا وبلادنا آمين. وكل المقيمين عليها من أي مكروه، وأن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية من أي طارئ أو مكروه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا مهندس علي باكثير مدير مطار سيئون الدولي، كنت معنا من المملكة العربية السعودية للحديث عن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم عملها في مطار سيئون الدولي. السيدات والسادة المشاهدين الكرام، لازلنا معكم للحديث عن فيروس كورونا ومجابهة حضرموت لهذا الفيروس، لكن نستأذنكم لفاصل ونعود بعده.
لا داعي للسفر إلى الخارج، مستشفى البرج الاستشاري نوفر عنك عناء السفر. رفا للصناعات الدوائية، يقع المصنع في مدينة سيئون بمساحة 21 ألف متر مربع. تأسس المصنع في 1/6/2007، تم الافتتاح الرسمي من قبل رئيس الجمهورية في تاريخ 27/5/2010. يتكون المصنع من 5 خطوط إنتاج مجهزة بأحدث الأجهزة و3 خطوط أخرى منفصلة كوحدة لتصنيع المضادات الحيوية: خط الأقراص، خط الكبسولات، خط الشراب السائل، خط البودرة، خط الأمبولات، خط القطر. يحتوي المصنع على مختبر من أفضل وأكبر المختبرات الميكروبيولوجية. يتميز المصنع بوجود وحدة منفصلة خاصة لتصنيع المضادات الحيوية. يعمل المصنع وفقا لشروط منظمة الصحة العالمية WHO والحائز على شهادة CGMP. تم تصميم خطوط الإنتاج من قبل شركة بريطانية مختصة لتطابق أحدث التصاميم العالمية المعتمدة، وذلك لضمان أعلى معدلات الجودة. رفا للصناعات الدوائية، رفاهية الصناعة الدوائية بجميع المواصفات العالمية. بفضل الله وعون البرنامج السعودي تنمية أعمار اليمن بدأت الحياة تنتعش من جديد، في تحسن كبير من ناحية الكهرباء. الحمد لله الآن توفر الخضرة توفرا للمواطنين، يعني يشربوا الناس واستفادوا كثير. هذه الإجهزة لو جلسنا 50 عام قدرنا نحصل عليها. أعطانا كراسي وبنى علينا صفوف جديدة. هذه ثروة بالنسبة لنا، ما ندري كيف نشكركم. من هنا بدأت الحكاية، حكاية ملايين الخطوات نحتت طريقها في التاريخ، حكاية كل وجه يضحك في عز الهم وكل جلسة تحضن تنوعنا، حكاية كل يد ما تعرفش إلا الجود وكل كلمة صادقة تدوب كل خلاف، حكاية كل بيت حضن ذكريات وكل أغنية تحكي ما فات، حكاية كيان بدأ مع أول الحضارة ومواصل لبكرة، بكرة اللي نستناه لأنه المعنى. اليمن هو معنى وجودنا، معا نبني اليمن. أهلا بكم، لازلنا معكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وحلقة خاصة وتغطية خاصة عن مواجهة حضرموت لكورونا فيروس الداء الذي غزا العالم، مباشرة من هنا من استوديوهات قناة حضرموت الفضائية بالمكلا. أعود وأذكر ضيوف هذه الحلقة: الدكتور عبد القادر محمد بايزيد، استشاري الأمراض الصدرية وأجهزة وكذلك مناظير شعب الهوائية، وكذلك الدكتور رياض من حبور الجريري مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان. دكتور رياض، نتكلم بشكل واقعي عن الوضع الصحي بشكل عام، ليس في حضرموت فحسب بل في اليمن بشكل عام، في ظل الظروف وكذلك المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلد، في وضع لا وباء وفي وضع عدم انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة، نعاني في مجال الصحة، لا سمح الله إذا حلت الكارثة وظهرت أول حالة وسجلت بفيروس كورونا وانتشر المرض، ما هي استعداداتكم في مكتب الصحة وكيف ستواجهون هذا الوباء؟ طبعا نحن في اليمن بشكل عام في وضع حرب، وأثناء الحروب تظهر كثير من الأوبئة. نعم. وفي خط أول يسمى الالتزام السياسي في مكافحة أي أوبئة، والالتزام السياسي يعني خطط دولة، وجود دولة قوية للتعامل مع الوضع الأوبئة بشكل عام. جميل. لكن نحن في حضرموت الحمد لله ننعم باستقرار في أشياء كثيرة جدا، وبخدمات في بشتى الخدمات كلها، يعني أتوقع أن احنا أفضل من غيرنا في كثير من الخدمات المقدمة وعلى رأسها الجوانب الصحية. نعم. طبعا هناك مجموعة من نقاط القوة أود أن أتحدث عنها في هذا الموضوع. نقاط القوة الموجودة في مجابهة مثل هذه الأوبئة، هناك خطة لمكتب الصحة بالمحافظة
نعمل من خلالها على هذا على مكافحة الأوبئة وخاصة كورونا. هناك دعم كبير والتزام سياسي من قبل السلطة المحلية بالمحافظة ودعم من قبل سيادة الوالي الركن فريس علمي البحسيني محافظ محافظة حضرموت، ومن أول يوم كانت الخطة تمت مناقشتها معه ودعمها بشكل كبير جدا. هناك أيضا خبرات تراكمية لدى الكادر الصحي وأيضا لدى ضباط الترصد الوبائي من العام 2015 ونحن بنكافح أوبئة مع الإعصارات المتتالية التي مرت على هذا المحافظة، فشكلت خبرة كبيرة جدا في رصد الأوبئة والتعامل معها في حينها. أيضا هناك غير الخبرات التراكمية الموجودة، هناك أيضا علاقة كبيرة جدا وتواصل مع المنظمات الدولية الداعمة من خلال عملنا في الفترة السابقة، كان لنا تواصل ولنا علاقات وخبرات اكتسبناها من خلال الميدان من خلال العمل. أيضا فرق الاستجابة السريعة التي تم إنشائها من قبل منظمة الصحة العالمية، وأيضا فرق الترصد الوبائي وسمى الترصد الإلكتروني الذين أنشأ وتم تدريبه بشكل كبير جدا، وعندهم شيء اسمها البلاغات الفورية عن أي وباء يتم الإبلاغ عنه للتعامل معه في حينها. فالتراكمات ونقاط القوة هذا كلها الموجودة لدينا جعلت مننا أننا مستعدين ونتعامل مع أي وباء غير الأوبئة التي مرت علينا، إن كانت في الكوليرا وإن كانت في حمى الضنك وإن كانت في الملاريا وإن كانت في الدفتيريا. أخيرا كل الأوبئة اللي مرت كان للكادر الصحي العامل في مستشفياتنا صولات وجولات في هذا الجانب، فهم أنا بعتبرهم فعلا الجنود المجهولين أو المرابطين في ثغرات كل المستشفيات الموجودة اللي بيقدموا خدمات لكل الأمراض غير الأوبئة والأمراض والحالات المرضية التي بترد على مستشفياتنا من مديرياتنا غيرها التي وافدة لدينا من كل المحافظات المجاورة التي تصل إلى مستشفيات ساحل حضرموت. فالتدخلات التي قمنا بها ويتم من خلالها تنفيذ مجموعة من البرامج إن كانت في تقوية الترصد الوبائي أو إن كان في جانب التثقيف والتوعية، فالتثقيف والتوعية مهمة جدا في هذا الجانب، ولدينا فريق تثقيفي توعوي ممتاز جدا، وأيضا هناك دعم من قبل منظمة اليونسف في فريق السيفورديا واسمهم تواصل من أجل التنمية، وهناك إذاعات محلية مدعومة في هذا الجانب، وهناك فرق تجوب البيوت من بيت إلى بيت بتنفذ مجموعة من من الرسائل التوعوية والتثقيفية. فكل هذه نقاط القوة تساعدنا في أننا نحمي أنفسنا أو نتعامل مع أي وباء قادم لساحل حضرموت مثل الأوبئة السابقة التي تعاملنا معها. موضوع في حالة اكتشاف أي حالة في ساحل حضرموت، اكتشاف الحالات ممكن نحن في أي وقت من الأوقات يتم الإعلان عن اكتشاف حالات، إن كانت حالات مشتبهة وإن كان أخذت عينات منها وتم تأكيدها مخبرياً أن هذه حالات مؤكدة، كيف نتعامل معها. وتقسيم الحالات كما ذكرها الدكتور عبد القادر بايزيد، يعني في موضوع تقسيم الحالات إلى حالات بسيطة ومتوسطة وحالات خطيرة، كيف نتعامل مع الحالات الموجودة. وأيضاً هذا الفيروس أيضاً والطريقة حقه في التعامل والتهويل الكبير الذي حصل له في موضوع نسبة الإماتة 2.3، يعني 2.3 الحالات الوفيات اللي حاصلة من هذا هذا الفيروس، أقل من السارس اللي حصل. أيضاً موضوع الوفيات يعني هذا العدد البسيط جدا يتركز في كبار السن، يعني 15% من الوفيات التي حصلت في أكثر من 80 سنة في الأعمار الأكبر مثلا. أيضا المرضى الأمراض المزمنة في مرضى القلب تقريبا 10%، 7% لمرضى الأمراض السكري. فحتى منظمة الصحة العالمية لما وضعت 3 خطوط في التعامل مع المرض الموجود في حالة اكتشافه، يعني أول حاجة نركز عليها حماية الكادر الصحي الذي بيقدم الخدمة، وفي حماية الكادر الصحي نشتغل على أشياء كبيرة جدا منها مسائل السلامة للكادر الصحي ومكافحة العدوى وتوفير مراكز خاصة للتعامل مع الحالات المرضية. الخط الثاني اللي تحدثت عنه منظمة الصحة العالمية في موضوع حماية المسنين ومرضى الأمراض المزمنة. والخط الثالث دعم الدول النامية والدول التي فيها ترحل في النظام الصحي لدعمها ومساعدتها في تقديم الخدمات الموجودة. كل هذه الأشياء تعتبر نقاط قوة وكلها نعمل عليها ولنا فيها تدخلات كبيرة جدا. جميل. سعود إليك في هذه الجزئية دكتور رياض، لكن لدينا اتصال ومداخلة من مدير مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية التي تعد أحد المنافذ من المكلة لاستقبال الوافدين والسفن التجارية، المهندس سالم علي باسمير. أهلا وسهلا بك، مساء الخير مهندس سالم. مساء النور، مرحبا بك عليكم. أنتم كأحد المنافذ البحرية المهمة لاستقبال السفن والبواخر اللي فيها الناس وافدين من عدة دول سجلت حالات إصابة بكورونا، كيف تتعاملون مع الوافدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أريد أن أشكر جامعة حضرموت على هذه الحلقة المهمة على التناول من انتشار فيروس كورونا والوقاية منه، وأشكر ضيوف الكرام الدكتور عبد القادر والدكتور رياض. نحن في ميناء المكلا
اهتمينا بالموضوع هذا باعتبارنا منطقة بحري نتعلم ميناء المثلة وميناء الشحر أيضا. أول ما ظهرت الحالات في البلدان المجاورة التي نتعامل معها كجانب ملاحي عددنا اجتماع في 6 فبراير وكانت رأس الاجتماع هذا مكتب وزارة الصحة فرع مكتب وزارة الصحة في ميناء المثلة ودعونا كل من له علاقة بالتعامل مع السفن الوكلاء الملاحين مكتب الجمارك إدارة الجمارك ومواصلات المقاييس خطر السواحل والجهات الأمنية وأيضا عمال الشحن والتفريغ المنزلين عنهم. نعم. أدخلنا عدة إجراءات احترازية في هذا الجانب منعنا صعود أي شخص إلا بترخيص رسمي وأول خطوة أساسية عملناها يمنع صعود أي شخص بالسفينة قبل أن تفتش من قبل المختصين من مكتب وزارة الصحة هم الذين يعني في البداية يصعدوا إلى السفينة ويكونوا طبعا بعضهم جاهزين ويفحصوا جميع الطاقم السفينة وإذا تبين لهم من حالة السفينة ريضة فهم يعطون احنا شهادة أنه لا مانع من تفصيلها فهذا أول إجراء اتخذنا طبعا للوقاية. لم تسجل حالات مهندس علي مهندس سالم لا. علي لم تسجل حالات إلى الآن الحمد لله لا ما فيش حاجة. في 27 فبراير عددنا 25 عددنا اجتماع آخر شددنا على الإجراءات وقررنا شراء كمامات في 27 أيضا عددنا اجتماع خاص بالتوعية لجميع من له علاقة بالسفن على حضر طبعا مكتب وزارة الصحة وخلية التدخل أو الجناد السريع تقريبا يسمونه وتابع مكتب وزارة الصحة لهم حاضرة في هذا الجانب تشريف الوقاية من هذا الفيروس. طبعا إذا كان هناك سفينة اكتشفوا فيها حالة مشتبهة أيوة. فالسفينة تنتظر فترة الحضانة حمق المرض تنتظر إلى أن يتأكدوا أنها حالة اعتيادية أو إذا ظهر فيها المرض طبعا ممنوع أن ترصف السفينة نهائيا. في حجر صحي موجود عندكم في الميناء وفي الرصيف ولا في السفينة نفسها؟ موجود الحجر الصحي نعم يعني في فرق تدخل سريع في حال وجود حالة اشتباه. أيوة موجودين طبعا موجودين تواصلون معنا باستمرار. نعم مهندس سالم شكرا لك على هذه التفاصيل والإيضاح حول ميناء المكلا والموانئ الممتدة على طول البحر العربي. كنت معنا المهندس سالم علي باسمير مدير مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية وأيضا شكر للزميل الإعلامي أحمد بطرفي الذي عاد التقرير الذي شاهدناه قبل لحظات من ميناء المكلا وكيفية التعامل والإجراءات المتخذة للسفن والوافدين. أعود إليك دكتور رياض الحديد شاهدنا والمشاهدين أيضا والمتابعين وجود جهاز يتم تسليط فيه ليزر أو ضوء على جبهة الشخص الوافد في مطار سيون في ميناء المكلا. ممكن تشرح للمشاهدين آلية عمل الجهاز إيش دوره هذا الجهاز؟ طبعا نحن تعرفنا تكلمنا عن التعريف القياسي للحالات المشتبهة ارتفاع درجة الحرارة ما بين 38 وما فوق جميل. فهذا الجهاز يقيس درجة الحرارة مثل أي جهاز قياس درجة حرارة لكن تم اختيار هذا الجهاز من قبل منظمة الصحة العالمية لأنه لا يتم الاحتكاك بالمريض وعلى على مسافة بعيدة. نحن نعرف أن كثير من الأجهزة ممكن عبر الفم ممكن عبر الأبط ممكن عبر الأذن لكن هذا يتم من خلاله رصد أو تسجيل درجة الحرارة على مسافة من خلال الجبهة. فهذه الأجهزة موجودة وتم توفير بعضها من قبل منظمة الصحة العالمية ونحن مكتب الصحة بالمحافظة قمنا بشراء بعض الأجهزة الموجودة ووزعناها على المنافذ وأيضا على فرق الاستجابة السريعة التي تعمل معنا. فموضوع قياس درجة الحرارة هو مؤشر إجراء مؤشر يعطيك مع بقية الأعراض مع أيضا الجانب الوبائي هل الشخص الوافد جاء من الصين أو احتك بأحد من الأشخاص أو حالات مؤكدة جاء من الصين. نعم. هناك مجموعة من الإجراءات الأخرى نحن نعمل عليها في مكتب صاحب المحافظة وأنت سألتنا في حالة اكتشاف أي حالة. نعم. هناك محجر صحي نعمل عليه محجر صحي خارج مدينة المكلا تم الاتفاق فيه مع أخوان في الشؤون الاجتماعية والعمل اللي هو مبنى الشؤون الاجتماعية والعمل مبنى الجانحات اللي موجود في خاري مدينة المكلا في منطقة فلوك وهذا محجر صحي للحالات أو للأشخاص وليس للحالات الأشخاص الوافدين منطقة موبوة وحاب يسموه محجر اختياري وفي محجر في المنزل بإمكان الشخص هو نفسه يتم يبقى في منزله ويتم
يتم توصيله مجموعه من الرسائل، والكادر الصحي يصل له لفحص مجموعه من العلامات والاعراض. في حاله انه اي حاله يعني متوسطه او حاله خطيره وصلت، ممكن يتعامل معها مباشره من خلال مركز معالجه الحالات المرضيه في مستشفى بن سينا، وتم تحديد المركز من قبلنا مع اداره هيئه بن سينا من قبل، وايضا تم رفع به من قبلنا لاداره الطوارئ في وزاره الصحه العامه والسكان، ونعمل على استكمال بقيه التجهيزات وتدريب الكادر الصحي الموجود اللي فيه. ايضا هناك تدخل اخر من قبل موضوع الفحوصات الطبيه، لان انا لما اتحدث عن حاله مؤكده كما ذكرت لك في موضوع الإشاعة اللي تحدثوا اليوم عن حالة مؤكدة، فأنا لما أتكلم عن حالة مؤكدة معناتها أن أولا حالة مشتبهة، الحالة المؤكدة هي الحالة التي تم فحصها مخبريا، فمعناتها أنه أخذت منها عينات وأرسلت هذه العينات إلى خارج البلد وتم فحصها وتأكيدها مخبرين أن هذا الحالة حالة مؤكدة. فنحن نعمل مع الأخوة في منظمة الصحة العالمية ومع وزارة الصحة العامة والسكان من خلال مختبراتنا المختبر المركزي ومن خلال وحدة البي سي آر الموجودة عندنا في المحافظة، فباعتبار هذا المكان يعني حضرموت آمنة وهناك كادر ملتزم وكادر صحي جاهز للتعامل، فممكن أن يكون حضرموت المكان الأساسي أيضا لفحص أي حالات أو أي عينات، فهناك استعداد تام للتعامل معها، وهناك تدريب للكادر المخبري الذي يعمل والذي يأخذ العينات والمسحات وأيضا يرسلها لهذا المختبر لفحص هذه العينات. فموضوع الاستعدادات والتعامل معها هناك شق، وهناك جهات مسؤولة عنها تقوم، وهذا من صميم مهامنا مع المستشفيات الموجودة مع السلطات الصحية في وزارة الصحة. وهناك جانب آخر الذي بنركز عليه بشكل كبير نحن، جانب التثقيف والتوعية الصحية، مهمة جدا أننا نثقف ونوعي، بدل ما يعني في مرسل في رسالة وفي مرسل وفي مستقبل، فالأصل أنه كل شخص عنده تليفون من التليفونات اللي فيها وسائل التواصل الاجتماعي كان في واتساب وفي فيسبوك وغيرها بإمكانه أن يوصل رسالة توعوية وتثقيفية سليمة للمجتمع، بدلا أن ينشر شائعات ويتكلم عن حالات مرضية وغيرها، فيستفيد منها المجتمع من خلال توصيل رسائل توعوية. سهل جدا أن نقي أنفسنا من المرض، سهل جدا. العالم بيتحدث الآن عن موضوع احتكاك أو اتصال مباشر مع عطاس أو مخرجات من شخص المريض، يا أما تصلك مباشرة إلى عينك وإلى فمك وإلى أنفك، أو أنها تصل إلى طاولة أمامك أو إلى مكان ملمس بإمكانك تلمسها بيداتك وتحط يداتك في وجهك. فممكن أن بخلال ممارسات صحية سليمة من خلال تثقيف وتوعية صحية لا يمكن أن يصيبنا المرض إطلاقا. طيب، فالموضوع سهل جدا. أما موضوع الكمامات والتدخل تداخل الكمامات وزيادة حتى زيادة أسعارها وكأننا بشتغل على شركات وجانب الكمامات، لا تفيد الأشخاص في الوقاية. الكمامات تعطى للمريض الذي حتى لا ينقل العدوى للآخرين، أيضا للكادر الصحي الذي يحتك بالمريض. قد نصل إلى أن تعدم الكمامات من السوق ولا نستطيع أن نعمل عمليات جراحية في مستشفياتنا بسبب الكمامات. قبل شهر كانت ب 500 ريال، وصلت قبل أسبوع إلى 900 ريال، الآن وصلت إلى 1900 ريال، يعني شيء مهول، وشائعات وحاجات تتكلم عن عمله كأنه يعني مدبر لتوصيل أو لبيع أشياء معينة غير المجتمع مش محتاجها. فالرسائل التثقيفية والتوعوية السليمة مهمة جدا، وأنا أطلقها رسالة عبر قناة أن نوصل أكثر من 100,000 رسالة توعوية خلال يوم واحد. كلنا وسائل التواصل الاجتماعي الإعلاميين قادة الرأي مثل ما بيفعلوا أمة المساعد في خطبة الجمعة الماضية، كانت رسالة توعوية سليمة وجميلة جدا عن موضوع المرض. أيضا نحن محتاجين أن نوصل رسالة من قادة الرأي ومن أصحاب اللي يعرفوا يتعاملوا مع وسائل التواصل الاجتماعي، يوصلوا رسالة توعوية للناس كيف نحمي أنفسنا، بدل أن نصبح ونولول كيف وصلت حالات وكيف ماتت ناس. فهذا الموضوع مهم جدا، فالرسالة التوعوية والتثقيفية مهمة جدا، ونحن بنعتبرها الخط الأول للدفاع عن ومنع الإصابة هذا المرض. دكتور رياض، عذرا على المقاطعة، أنت ذكرت أنه لا توجد أي حالة في ساحل حضرموت حتى اللحظة، وأيضا وصلت أخبار في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى تم تناقلها عند الكثير من الناس وأصيبوا بالهلع عن أول حالة سجلت هنا في المكلا عاصمة حضرموت، قد دخلت في مستشفى البرج الاستشاري وأنها فعلا شخصت بإصابة بفيروس كورونا. لمزيد من المعلومات سنتواصل الآن، نعم سيكون معنا عبر الهاتف مدير مستشفى البرج الاستشاري الدكتور صلاح أحمد بن زياد. دكتور صلاح، أهلا وسهلا بك. دكتور صلاح، ايوه، مساء الخير، اهلا وسهلا بك على قناه حضرموت الفضائيه. اهلا وسهلا. هل فعلا سجلتم في مستشفى البرج الاستشاري اول حاله اصابه بفيروس كورونا، ام نعود الى المربع الاول شائعه من الشائعات؟
وطي صوت التلفزيون دكتور صلاح عندك. طبعا أؤكد من ألو. نعم نعم نسمعك تفضل. لحظة طيب. نسمعك دكتور صلاح تفضل أنت على الهواء. طبعا قلبي مشكورا للدكتور رياض قبل يومين طبعا. أيوة اتصل دكتور رياض مشان يؤكد الخبر. طبعا هذه شائعة ونحن نحمل من نشر الخبر المسؤولية القانونية في ترويع الناس. طبعا ما كل كلام كذب وافتراءات تنشر، وهذا لابد أن يحال إلى جهات قضائية وقانونية لمحاسبتهم. يعني نشر كلام عاري عن الصحة ولا توجد أي حالات، وقبل يومين نشروا أنه يوجد مريض في البرج خذ علاج من صدرية واحد من عكبي، وهذا كلام كذب وافتراءات أصلا عن المستشفى. وبدوره نناشد طبعا مكتب الصحة والجهات القانونية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع مثل هؤلاء لعمل الشائعات في القطاع الصحي، لأنها تؤثر على الناس سلبا. الناس مرعوبين الآن، ولا يوجد أصلا حالة دخول أصلا في البرج ولا حالة اشتباه. ننفي انقاط عن هذا الكلام عاري عن الصحة. جميل جدا. وليس الشائعات وهذه افتراءات. نعم جميل دكتور صلاح تطمينة هذه. إلى ترويع الناس إلى الناس أم إلى الجانب الإعلامي فقط. سيتخذ القانون مجراه، ومكتب الصحة بوجود دكتور رياض سيتخذ الإجراءات اللازمة. كنا فقط نود أن نتأكد على الهواء مباشرة والمشاهدين يعرفوا أن مستشفى البرج ومدينة المكلا أيضا خالية من الإصابة بأي حالة فيروس كورونا. شكرا لك دكتور صلاح أحمد بن زياد مدير مستشفى البرج الاستشاري، وعفوا على المقاطعة، لدينا دقيقتين فقط على إنهاء الحلقة. شكرا لك. شكرا يعطيك العافية. دكتور رياض في أقل من دقيقة، لبس الكمامات، التوعية الصحية، التثقيف الصحي، كل هذه الفرق التي شكلتموها، كل هذه الإجراءات في ظل الأوضاع الصعبة، مشكورين نفذتموها. في كلمة أخيرة، ماذا تود أن تقول للمشاهدين لمواجهة هذا الفيروس إن شاء الله وما يجي عندنا نقول؟ طبعاً نحن من خلالكم نوصل رسالة توعية وتثقيفية. نعم. أن المواطن يأخذ المعلومة الصحيحة من مكانها الصحيح، سواء كانت في جانب تثقيف أو توعية أو في جوانب نشر مثل هذه الشائعات. موضوع الإعلان عن أي حالات أو غيرها، هناك لجنة عليا برئاسة الأخ المحافظ، وهناك متحدث رسمي لهذه اللجنة هو مدير عام صاحب المحافظة. عفواً. فالأصل أنه توصل هذه المعلومات. مقاطعة دكتور رياض. شكراً لك دكتور عبد القادر. في ثواني كلمة أخيرة. هي أهم ما يمكن يقال في هذه الحلقة هو كيف نقي أنفسنا هذا المرض فيما لو ظهرت الإصابة. نعم. الأول العزل المريض إن وجد هناك مرضى، وهنا هناك خطأ شائع إن العزل لازم يتم، الحجر لازم يتم في المستشفيات. لا، تحجر. نعم. كما أسلف دكتور رياض ممكن يتم في جميل. نقطع دابر التوصيل للمرض نفسه عن طريق البعد قدر الإمكان بمسافة تزيد عن متر عن. نعم. مصدر المرض العطس أو الكحة. نعم. شكرا. عدم لمس الأسطح بسرعة دكتور عبد القادر. شكرا لك دكتور عبد القادر. المخرج يقول انه الوقت البرنامج انتهى. دكتور عبد القادر محمد بايزيد استشاري الامراض الصدريه، والدكتور رياض بن حبول جرير مدير عام مكتب الصحه، والاخوه الذين تداخلوا معنا عبر الهاتف، وكل طاقم القناه ومنهم خلف الكواليس. شكرا لمشاهدينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه. كنا معكم على الهواء مباشره على قناه حضرموت الفضائيه للحديث في تغطية وحلقة خاصة عن مواجهة حضرموت لفيروس كورونا. نلتقيكم في مناسبات قادمة. نسأل الله تعالى لنا ولكم وللأمة العربية والإسلامية الصحة والعافية، والسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.